Our next speaker is His Excellency Mr. Hussein Ibrahim Muhammad Ibrahim Al-Hamadi, Minister of Education of the United Arab Emirates. Your Excellency, you have the floor. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعادة رئيس المؤتمر العام، سعادة رئيس المجلس التنفيذي، سعادة المدير العام لمنظمة اليونسكو، أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء الوفود، حضرات السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستهل كلمتي أمام مؤتمركم الكريم ناقلا إليكم تحيات وتمنيات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، وأخيه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سمو الشيخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأعضاء الحكومة وشعب الإمارات. وأحيي رئيس المؤتمر العام وفريق الإعداد وتنظيم لهذا الحدث الرفيع، وأخص بلفت التقدير وتنويه المديرة العامة لمنظمة اليونسكو السيدة رينا بوكوفا التي عرفت بخبرتها ومراسها وتمسكت بدورها المنظمة التربوي والثقافي والعلمي ورسخت بذلك فرادتها وريادتها في مجال اختصاصاتها. وأمام هذا التحول النوعي نهضت يونسكو جهيدة جديدة على قواعد الثوابت التي أرساها الآباء المؤسسون وفي طليعة بناء حصون السلام في عقول البشر. وهذه رسالة نبيلة للإنسانية جمعاء لكي نستنهض إرادات الخير والبناء الكامن فيها، فتطوى صفحة الحروب والنزاعات والمجابهات وتنخرط في مشروع تنمية السلام. مشروع السلام التنمية كجسر عبور إلى مستقبل الرفاه والازدهار والرقي الإنساني الأكثر إشعاعاً والأبعد دلالة والأعمق أثراً في عالم القيم الكونية الجديد. أيها السيدات والسادة، بعد أقل شهر من الآن تحتفل دولتنا بالعيد الوطني 44 التي تأسست على يد المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وفي هذه المساحة الزمنية القصيرة نسبياً في عمر الدول والأمم اعتمدنا مبدأ استخلاص الممكن من المستحيل، وقد مشينا بخط ثابت في هذا الطريق ولمسنا الإعجاز في الإنجاز بشهادة المؤسسات الدولية ذات الصلة وعلى مختلف الأصعدة والمستويات. وإن كان الذين يزورون دولة الإمارات العربية المتحدة أو يقيمون في على أرضها 200 جنسية تعمل وتتفاعل وتتعايش بسلام ووئام، يعجبون بأسلوب الإمارات بعملقة الحجر، فإننا لا نألو جهدا أيضا في عملقة البشر من خلال إقامة مجتمع المعرفة والاستثمار في منظومات التربية الأكثر انخراطاً في عصر التكنولوجيا وثرواتها. ونحمد الله ونثني على قيادتنا الحكيمة لأنه أصبحت لدينا قوائم البنية التحتية التعليمية والتربوية المتميزة بتجهيزاتها وتقنياتها المبتكرة، ومن خلالها نطلع إلى غد أفضل لأجيالنا الطالعة قائم على التفكير والتنوير وقيم المعرفة، ونراهن على الجودة والابتكار في كل مراحل العملية التربوية، ونركز على الحلقة المحورية في هذه العملية وهي المعلم وتدريب المعلم، ونتطلع إلى اقتصاد المعرفة، فإننا لا ندخر وسيلة تقنية أو رافداً علمياً إلا وأدرجناها في سياق البرامج والمقررات وطرائق التوجيه والتعليم. من هذا اجتذبنا كبرى الجامعات والمعاهد في العالم لإقامة فروع في بلادنا للإحاطة بالفكر والثقافة بجميع أنحائها. وعلى الرغم من اعتماد التقنيات الرقمية والعلمية والتربوية والانفتاح على الموضوعات البيئية والتنوع الحيوي والمواطنة العالمية وهي جديدة في مناهجنا ومقرراتنا، فإننا نركز على صقل مهارات الفكر والتفكير وشحذ المثابرة والمبادرة وتنمية ذائقة الجماليات والفنون. وهدفنا الأول والأخير هو توطيد ثقافة السلام وتعزيز التنوع والترويج لقيم الانفتاح والتسامح على مختلف الأديان والأعراق التي تتشكل منها القرية الكونية. الأخوة والأخوات الأفاضل، أيها الحفل الكريم،
إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتناغم مع اليونسكو في مجال التراث بشقيه المادي وغير المادي، وهذا القطاع عزيز علينا وأحطناه بكل ما يستحق من عناية ودأب واهتمام، لأن من ليس له ماض لا حاضر ولا مستقبل له. كما كان يردد مؤسس الدولة وقائد كياننا سمو الشيخ زايد بن سلطان نهيان طيب الله ثراه: ونحن بلد عريق في تاريخه وفي حضارته، والشواهد على العراق ممثلة للعيان في خريطة واسعة متنوعة من المتاحف، وهي منجم للمعرفة وذاكرة جماعية وهوية وطنية جامعة، وتحث أجيالنا الطالعة على أن تستلهم دروسها وتنهل من ينابيع عطائها الذي لا ينضب. أيها الحضور الكريم، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعبر بخطى واثقة من آبار النفط إلى آبار المعرفة، وتخرج من التلقين في التعليم إلى رحاب التفكير والتنوير، وتبني العقل التواصلي للتفاعل مع موجبات حضارات القرية الكونية، وتتمسك بالممارسات الأخلاقية في العمل السياسي. وترى أن كل الشهادات تفقد معناها إذ لم تكن جواز عبور إلى إنسانية القيم، كما ورد في كتاب اليونسكو القيم إلى أين الصادر عام 2000. لذلك ندعو إلى تفعيل عمل هذه المنظمة، ولعل العالم المأزوم اليوم بالمشكلات والأزمات ولعبة المصالح الضارية في حاجة إلى اليونسكو، كما أنه في حاجة إلى حكمة القيادة الإماراتية واعتدالها ومبدأ موافقها للتغلب على دوامة الصراعات واقتراح الحلول والبدائل للخروج من طرق النزاعات. وشكر لكم على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.